صغيرنا اللي احنا كنا بنلعب بيه. ركب العربية مع صحابه، عاوز انا شايفين كده يا اصحابي، وجم واحد سبايدر بعناكب كده من ورا، والتاني عادي سبايدر عادي. عاوز انا شايفين يا اصحابي، وسائق العربية والدنيا عمالة تمطر رزع رزع رزع، عمال يشغل النور الاحمر والابيض، بيدي انذار بالعربية علشان هو هيلف ويرجع تاني. هو طبعا سبايدر مان الخارق بيطير بالعربية عادي، هتشوفوا مناظر كتيرة حلوة اوي هتعجبكوا دلوقتي يا اصحابي. هو دلوقتي ماشي وراح عند صاحبه بعربية بيضا، زي ما انتوا شايفين كده، والدنيا عمالة ترزع مطر من فوق زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابي. اجري بالعربية، قالك هجري بالعربية. رايح فين؟ قالك اصبر عليا بس كده، ده انا هبهركم هبهركم اهو. راح وعمال يلف بالعربية ورايح جاي رايح جاي كده، واحنا مش شايفين اي معالم للسيارة خالص. مالك يا سيارة؟ قالك انا هبط منها. تعالى يا سبايدر يا تاني يا ابو عينيكي بنت، تعالى معايا. رايح فين يا سبايدر مان يا برو؟ قالك ده المكان ده للطلاب. قالك خش كده تعالى ما نبحث كده. دخل قالك لازم تكون طالب. ها قالك انا خاط انا خارق، انا محدش بيتأمر عليا، انا اعمل اللي انا عايزه في اي وقت ومحدش ليه عندي حاجة. انا عمال يفكر يتعامل مع الناس دي ازاي. اهو صاحبه جاله نط من العربية، قالك انا لازم اشوف المدرسه دي بتدي ايه للعيال، لا تكونوا بتضحكوا عليهم ولا يكونوا بيأذوا العيال ولا بيضربوهم. انا لو شفت حد هنا بيضرب العيال هموته. قال له اهدى على نفسك يا برو. قال له ما احنا مهمتنا ايه في الحياه، هو اللبس ده مش ببلاش كده؟ قال له تمام يلا. قال له يلا ركب العربيه الخطيره اللي انتوا شايفينها دي يا اصحابي كده اهو. وبدأوا يتحركوا في المدينة، مدينة بروكافيان. العربية بتاعتي دي بسبعة مليون جنيه. اوعى تدخل في البيتين تاني اهو. قاعد يمشي كده يا اصحابي ويتفقد، بس هو اكيد هيعمل حاجة كبيرة دلوقتي اهو. سبايدر مان الخارق يتفحص ويتأمل. جاست مينيت وهنعرف هو بيعمل ايه ولا عايز يعمل ايه دلوقتي. اولا يتحرك يا اصحابي اهو، بيقرا كتاب، بيقرا كتاب عن المدينة ده ولا ايه؟ بيكتشف ايه المتخلف ده؟ اوه ماشي يخوف الناس في الشارع، الناس هتطلع تجري دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابي، يا ترى دماغك دي بتفكر فيها سبايدر مان يا متخلف؟ قال لي انا متخلف، طب والله لو اوريكم. رايح فين؟ رايح فين؟ اهو طلع على السلم. يا خبر ابيض، ده ناوي تخنا بالنار ده ولا ايه يا اصحابي؟ استر يا رب، مش كان عاوزين الغلط فيك يا برو، والله ده انت حبيبنا اهو. يا لهوي، عايز يضرب مين بالنار؟ لا يكون عايز يضربني، انا خايف. مالك يا حبيبي؟ ايه ده نفسك كده مش كادر. الله اه اخبار ابيض، انا خايف منك يا سبايدر مان. بلاش تعمل كده فيا ارجوك
السيارة يا أصحابي؟ بتفكر بقى كده وشايف القمر والنجوم والهلال والحاجات.